كما نرى في المشاهد قوة هذا الإعصار الذي يضرب بعض الدول في الخليج، معنا من عمان الكاتب الصحفي السيد سهيل النهدي. السيد سهيل، أهلا بك، وكيف يعني تبدو قوة هذا الإعصار وخطورته على البلاد؟ مرحبا، أسعد الله أوقاتكم. طبعا الإعصار الآن وفق المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة فإنه يصنف من الدرجة الثانية إلى الآن، واحتمالية أن يبدأ بالعبور عبر محافظة ظفار من ولاياتها إلى من حدود الساعة الرابعة بتوقيت السلطنة عصرا إلى الساعة الثانية عشرة في آخر الليل، ليلة الليلة إن شاء الله وفجر الغد سيبدأ الإعصار مرحلة العبور، والتوقعات يعني تشير حسب المصادر التي تأتينا من هناك من محافظة ظفار وأيضا اللجنة الوطنية للدفاع المدني بأنه توقع بهطول الأمطار غزيرة قد تتراوح كمياتها ما بين 200 إلى 300 أو 800 تصل 800 ملي لتر، وأيضا هناك ارتفاع كبير في الأمواج قد يصل إلى 12 متر من 8 إلى 12 متر وسرعة رياح قوية وأمطار شديدة الغزارة. أيضا وردنا من اللجنة الإعلامية في اللجنة الوطنية للدفاع المدني بأنه إلى الآن تم إجلاء 10,000 شخص من أماكن سكنهم إلى مراكز الإيواء المنتشرة في محافظة ظفار جنوب السلطنة، وهي أيضا مراكز إيواء مزودة بكافة الخدمات. تم إجلاء 10,000 شخص، هذا كإجراء احترازي، يعني لم تصلهم إلى الآن المياه ولا الأمطار، ولكن كإجراءات احترازية تقوم بها الدولة ممثلة باللجنة الوطنية للدفاع المدني وكافة القطاعات الدولة من مدنية وعسكرية. أيضا كل هذا 10,000 منهم 8,000 في محافظة ظفار، وأيضا 2,000 منهم في محافظة الوسطى التي ستتأثر بعض ولاياتها ب بعض الأمطار والرياح، لكن هؤلاء حسب ما وصلنا أن معظمهم الجنسيات الآسيوية وهم من العمال، من طبقة العمال الذين يعملون، حيث حرصت السلطنة ممثلة بالجهات المعنية على أن يشمل الإعلان عن هذه الحالة والتوجيه والتوعية أيضا جميع اللغات وجميع الجاليات والجنسيات الموجودة، ويتوفر لهم أيضا مراكز الإيواء وخدمتهم وإنقاذهم لازم الأمر. لأن طبعا أستاذ سهيل كما قلت حضرتك يعني هذا الإعصار تسبب في أمطار غزيرة، بمعنى أنه يؤدي إلى جريان في الأودية نتيجة لهذه الأمطار الغزيرة، وبالتالي أيضا هناك وجود لغبار أتربة، وبالتالي هذا يؤدي إلى انعدام في الرؤية. لذلك التحذيرات كما قلتها تبدو مهمة، وخاصة الذين يسيرون على الطريق البري. نعم طبعا كمحافظة ظفار هي الآن في عمق الإعصار مباشرة، جميع ولاياتها هي عبارة عن ولايات في معظمها جبلية. بخصوص الغبار، حاليا في محافظة ظفار هي الولايات التي تتأثر، هي أهم ولاية ذات الكثافة السكانية العالية، هي ولاية صلالة التي تعتبر قلب المحافظة. يعني هو يضرب إذن كما يعني مناطق معينة وظفار، وكمان يتجه إلى الساحل الجنوبي من السلطنة. نعم. إلى نواحي صلالة أنا بالتقريب يعني. نعم. يعني هي محافظة ظفار هي كامل في الجنوب، لكن ولاية صلالة هي عمق أو تعتبر عاصمة الجنوب عندنا في سلطنة عمان، هي مركز الولاية، مركز الولاية هي صلالة ذات الكثافة وذات الأسواق، وهي تقع على الشريط الساحلي، لذلك هي من المتوقع أن تتأثر بالأودية المنحدرة من على الجبال والمتجهة إلى البحر، وأيضا ارتفاع الموج المتعاظم الذي يطلق عليه هنا المختصون الذي قد يصل إلى 8 أمتار. لذلك تم أيضا إخلاء المناطق السكنية القريبة من الساحل والتوجه بهم إلى مدارس الإيواء ومراكز الإيواء المنتشرة، اللي هي تمثلت في مدارس وأيضا جمعيات مرأة ومرافق حكومية تكون في الجبال والمرتفعات. الآن يعني في الساعة الرابعة عصرا قبل يعني يمكن قبل ساعة بدأ الإعصار بالدخول فعلي بشكل فعلي، جدار الإعصار بدأ بالعبور عبر الأراضي العمانية من محافظة ظفار مرورا بجميع الولايات سدح والقوت وطاقة وصلالة
نعم. ومرورا بولاية أخرى حتى يمكن يخرج أيضا ويعود مرة ثانية إلى الأراضي اليمنية الشقيقة. نتمنى السلامة لكل المواطنين المقيمين في اليمن وفي عمان أيضا. أشكره الكاتب الصحفي السيد سهيل النهدي، كنت معي عبر الهاتف. لكن السيد سهيل، يعني في هذا الإطار، يعني قبل أشكرك أود أن أتحدث حول أيضا الاتجاه ناحية يعني الهيئة العامة للطيران المدني. أكيد طبعا هناك تحذيرات سيد سهيل من مرور الطيران طبعا في أوقات يكون فيها الأعصار قويا، وهذه تحذيرات دائما تأخذها هيئة الطيران المدني في أكثر من مكان. يعني تم إغلاق مطار صلالة منذ يوم أمس في الساعة 12 ليلا، تم إغلاق مطار صلالة ولا يستقبل رحلات أبدا. وتم الآن قبل قليل إصدار أيضا إنذار آخر ب يعني تمديد فترة الإغلاق إلى 24 ساعة القادمة، قابلة للتجديد في حالة أن يعني الأجواء لا تسمح ب بعد ذلك. يعني عندما تم توقيف حركة الطيران في مطار صلالة أيضا تأثرت العديد من الرحلات الدولية، منها المتوجهة إلى بعض الدول الأفريقية في زنجبار ونيروبي ودار السلام وغيرها. لكن نحن إن شاء الله نتوقع يوم الأحد إن شاء الله سوف يعني يتم استئناف رحلات جوية عبر مطار صلالة الدولي. وطبعا هنا بيبقى فيه دائما تحذيرات معينة في مثل هذه الأعاصير الكبيرة جدا سيد سهيل، وهو مثلا الابتعاد عن الأماكن المنخفضة، عدم ارتياد البحر، وخاصة طبعا عمان تتميز بأن فيها يعني سواحل كبيرة جدا، أيضا متابعة النشرات الجوية الصادرة عن عمان، عن سلطنة عمان. نعم، هو في الحقيقة يعني أنت كما تعلم أخي العزيز، يعلم المستمعين الكرام كامل، أنهم الآن من مثل هذه الظروف يعني كثير من الأخبار التي تتوارد، منها الأخبار الرسمية ومنها الغير رسمية التي تهول بعض الشيء من المواضيع، ومنها من يعني تأتي أيضا بصورة. لكن الهيئة العامة للطيران المدني الآن أصبحت تصدر تحذيراتها عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الرسمية بعد كل 6 ساعات. وبعد كل يعني كل فترات يعني متفاوتة، يعني طبعا لتحديث التحذيرات. نعم، أيضا اللجنة الوطنية للدفاع المدني تعقد كل 4 ساعات مؤتمر صحفي من الآن، من ابتداء من الساعة 4 عصر اليوم بدأت بالمؤتمر الأول الصحفي الأول، والساعة 8 بعد ساعتين تقريبا أيضا ستعقد مؤتمر صحفي آخر، وكذلك إلى أن تتواصل هذه المؤتمرات ويتم بثها عبر مختلف وسائل الإعلام العمانية ومواقع التواصل لإطلاع أيضا الجمهور والمتابعين وأيضا داخل وخارج السلطنة بكافة المستجدات المتعلقة بهذا الإعصار. يعني نتمنى السلامة لكل المواطنين المتواجدين في سلطنة عمان وفي اليمن أيضا جراء هذا الإعصار الكبير. أشكرك إذن الكاتب الصحفي السيد سهيل النهدي، كنت معي هاتفيا من سلطنة عمان.